السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن حياة الطفل، نتكلم عن حياته اليومية، ما هي الأشياء اللي يحبها وهكذا. نتعلم بعض المفردات والملاحظات والقواعد الإنجليزية التي تساعدنا على الكتابة والحديث بشكل أفضل. هذه الفقرة نتعلم بعض الملاحظات عن تشكيل السؤال وكيف أجيب عليه. نلاحظ السؤال الأول: Where does أحمد live؟ أين يعيش أحمد؟ لاحظ استخدمنا does فعل مساعد. لماذا نسمي فعل مساعد؟ كما قلنا سابقا في فيديوهات سابقة، لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي. هنا ساعدنا على تشكيل السؤال. أصل الجملة أحمد، نضيف اسم مفرد الغائب أحمد lives، يعيش أحمد in a big city، في مدينة كبيرة. أريد أشكل سؤال، وضعنا does لأنه نحتاج بالمضارع البسيط فعل مساعد، يكون عندنا يا إما do أو does. he she it نستخدم معها does. لاحظ أحمد he، إذا نستخدم does. does أحمد live in a big city؟ يعني دائما ترجم do does بداية الجملة، وأي فعل مساعد باللغة الإنجليزية نترجمه هل. هذه طبعا موجودة where. هل يعيش أحمد في مدينة كبيرة؟ وأضع question mark علامة استفهام. أثناء الإجابة إذا كانت إجابة قصيرة نجيب yes he does، لأنه سألني بdoes راح أجاوب بdoes. yes he does، no he doesn't. إذا نكتب does نضع عليه not، كلا لا يعيش. طيب أريد أن أشكل wh question، يعني استخدم اسم استفهام. ليش نسمي WH؟ لأنه يبدأ WH، يعني الكلمات الاستفهامية تبدأ WH، تصبح Where does أحمد live؟ أين يعيش أحمد؟ does بهالحالة هاي ما في لها ترجمة، بس عبارة ساعدتنا على تشكيل السؤال. لا نقول Where أحمد live، يعني تصبح Where does أحمد live. عندئذ موجود عند هنا S، نحذف الS أثناء السؤال، لكن بدون does أحمد lives نضع الاس، نسميه اس المفرد الغائب أو اس الشخص الثالث. طيب where does أحمد live؟ أين يعيش أحمد؟ تفيدنا هذه الطريقة عندما يكون عندي نص أجاوب عليه، أو عندما يكون واحد يسألني أثناء المحادثة أعرف كيف أرد عليه. لاحظ أريد أن أجيب، نحذف اسم الاستفهام ونحذف الفعل المساعد. نبدأ من عند الفاعل، باللغة الإنجليزية بيكون عندنا الفاعل subject بعدين الفير والفعل تكملة الجملة، تصبح أحمد live، نحط لها S، أحمد lives in a big city، في مدينة كبيرة. لاحظ أجبنا في in a city، نريد أن نصف هذه المدينة in a big city. إذن city اسم، noun big adjective، إذن صفة، والصفة بالإنجليزي دائما تأتي قبل الموصوف، والصفة تعطينا دائما مزيد من المعلومات عن المدينة. لو أجبنا أحمد lives in a city، يعيش أحمد في مدينة، استخدمنا الصفة big لنقول أنه هذه المدينة مدينة كبيرة. السؤال الثاني: Who does أحمد live with؟ مع، لاحظ نبدأ مع من يعيش. بهذه الحالة خلاص احنا عرفنا نتكلم عن أحمد. السؤال الثاني نستخدم الضمير، الضمير هي، إذا ضمير الفاعل هي بمعنى هو، يعني مع من يعيش هو، من أحمد. إذا الضمائر البرونونز اللغة الإنجليزية نستخدمها بدلا عن الأسماء، لماذا؟ لعدم تكرار الاسم، عشان ما نكتب مرة ثانية Who does أحمد live with، خلاص ما نحتاج نكرر أحمد مرة ثانية، لذلك نستخدم الضمائر. اللي حب يرجع درس الضمائر تكلمنا عن الضمائر بحالة subject، بحالة الفاعل، بحالة object، بحالة possessive، وأيضا بحالة صفات الملكية possessive adjectives. Who does he live with؟ مع من يعيش؟ ممكن نضع with في بداية الجملة، تصبح with who، مع من يعيش، أو نضع with حرف الجر بالأخير، اثنين صحيحة. إذا تكلمنا with who does he live with أو who does he live with. نريد أن نجيب كما قلنا، نحذف اسم الاستفهام ونحذف
الفعل المساعد نبدا من عند الفاعل، لانه باللغه الانجليزيه بالاول نبدا من عند الفاعل، والفاعل راح يكون بالسؤال هي. اذا نبدا من عند هي، هي ونضع اس اسم المفرد الغائب. متى نضيف اسم المفرد الغائب او اسم الشخص الثالث للفعل باي زمان؟ المضارع البسيط. هي ليفز وذ، يعيش مع هيز بيرنتس. طبعا اسمها اللتر لانه صار عندنا هي كلمه اللتر. هي ليفز وذ هيز بيرنتس اند توين براذرز، يعيش مع والديه او ابويه واخوته التوام. توين نحفظ توين توام. السؤال بعده هاو داز هي جيت تو سكول، او كيف يذهب للمدرسه. ايضا اريد ان اجيب، نحذف هاو، نحذف الفعل المساعد، نبدا من عند الفاعل. هي نضع الاس لانه خلاص هاي راحت. هي جيتس تو سكول، اذا يصل للمدرسه مثلا باي فوت، يعني سيرا على الاقدام. باي باس، اذا نستخدم باي حرف الجر باي بالحافله او بالباص. باي ترين بالقطار، وهكذا ممكن نكتب هي ووكس هو يمشي. وات از هيز فيفوريت سبجكت، يعني ماذا تكون مادته، لاحظ هيز مادته مثل باللغه العربيه ماده، وضعنا هيز سبجكت ماده، هيز سبجكت مادته. طيب ريد نصف الماده المفضله، مادته المفضله معناته نكتب his favorite subject. اذا ما هي مادته المفضله؟ بهذه الحاله انتبه، لا نستطيع ان نحذف، اوكي نحذف اسم الاستفهام، لا نستطيع ان نحذف is. دائما الverbs بافعال الكون am is are was were لازم تكون بالجمله، لا نستطيع ان نقول نحذف is تصبح his favorite subject geography، هذا خطا. لماذا؟ يجب ان تحوي كل جمله انجليزيه على فعل، اذا ما يكون هناك فعل واضح بالجمله، لاحظ ما في فعل واضح بالجمله، ما في الا عندنا is. is بمعنى يكون، ايضا are بمعنى يكون، am يكون، الماضي منه طبعا where كان was كان. بهذا الحال اذا كان عندنا دائما الجمله am is are نضعها بعد الفاعل تصبح his favorite subject مادته المفضله is نضعها هنا تكون جيوغرافي مادة الجغرافيا. What is his favorite game؟ نفس الطريقة نحذف what، يعني ما هي لعبته المفضلة، نضع is بعد الفاعل تصبح his favorite game is football، إذا كرة أو تكون كرة القدم. What time؟ إذا هذا نحفظها مع بعض. What time؟ يعني في أي وقت، في أي ساعة. Does he go to bed؟ نحفظ التركيب هذا، في أي ساعة يذهب؟ يذهب للسرير بمعنى ينام، في أي ساعة ينام. لاحظ موجود does نحذف، what time نحذف does، نبدأ من عند he تصبح he goes، نضيف للفعل es هي اسم المفرد الغائب، الغائب كما قلنا. he goes to bed at 9 o'clock في الساعة التاسعة. نتعلم في هذه الفقرة عن أحمد والنشاطات التي يقوم بها بشكل اعتيادي. hello my name is أحمد and I'm 10 years old. I live with my parents and my twin brother. Amab, we live in a big city. My mother usually wakes me up at 5 a.m. and I wash my face, I get dressed and eat breakfast. My mother drinks coffee, but I never drink it. إذا بشكل سريع، مرحبا، اسمي أحمد. My name is Ahmed and I'm 10 years old. وعمري 10 سنوات. I live with my parents and my twin brother. أعيش مع والدي وأخي التوأم. لاحظ my brother إذا أخي، my twin brother إذا أخي التوأم، إذا صفة. عامر إذا اسمه عامر. We live نعيش في a big city، نعيش في مدينة كبيرة. My mother usually wakes me up، لاحظ عادة توقظني أمي. لاحظ wakes me up at 5 a.m. في الساعة الخامسة. and I wash my face وأغسل وجهي. I get dressed لاحظ يعني أتجهز. and I eat breakfast وتناول الفطور. my mother drinks coffee تشرب أمي القهوة. but لكنني I never drink it لا أشربها، لاحظ لا أشربها أبدا. طبعا عندنا I'm هي اختصار لي I am 10 years old، ممكن أقول I'm 10 فقط أو I'm
10 years old. لا أستطيع أن أقول I am 10 years خطأ. لا أستطيع أن أقول I have 10 years أيضا خطأ. لماذا؟ عندما يسألني How old are you؟ سألني فعل كون. الإجابة راح تكون فعل كون أيضا. I live with أعيش مع parents twin إذا توأم. We live in نعيش في. لاحظ wake me up يوقظني. Wake him up يوقظه. Wake her up يوقظها. Wake us up يوقظنا. وهكذا على حسب الضمير بحالة المفعول به. Wake them up يوقظهم. وهكذا نحفظ الفعل هذا. Get dressed أيضا انتبه. I never drink it لا أشربها أبدا. يعني never نترجمها لا أبدا. إذن لا أشربها أبدا. ننتبه it أيضا ضمير لكي لا أكرر كلمة coffee قهوة. لا أكتب but I never drink coffee. إذن عشان ما أكرر coffee مرتين أستخدم الضمير it. ننتبه لهذه الملاحظة. الضمير I بحالة الفاعل دائما وأبدا يجب أن يكون حرف كبير. لا نكتب I بهالطريقة هاي. إذن I wash خطأ. دائما وأبدا الضمير بحالة الفاعل I يأتي حرف كبير أينما وجد. ممكن شخص بيقول لي هذه I small letter هذا حرف I وهذا ضمير I في فرق. أيضا مثل live هذا حرف I من ضمن الكلمة. أيضا with حرف I من ضمن الكلمة. لكن كضمير دائما يجب أن يكون حرف كبير. I always walk to school which starts at 7 a.m. and we have lessons in maths, Arabic, Islamic, education, science, French, art, history and geography. My favorite subject is geography because I like to learn about other countries. Morning classes finish at 12 and my school closes from 12 to 2 p.m. During this time, I often go home to eat lunch. دائما أمشي المدرسة which التي يعني المدرسة starts تبدأ at 7 في السابعة and we have lessons ولدينا lessons دروس in maths الرياضيات Arabic العربي Islamic education تربية Islamic الإسلامية science العلوم French اللغة الفرنسية art الفن history التاريخ and geography والجغرافيا. My favorite subject مادة مفضلة is يعني تكون أو هي geography مادة الجغرافيا because I like لأني أحب أن لاحظ أحب أن شو نترجمها أن learn أتعلم about other countries عن البلدان الأخرى. Morning classes finish تنتهي الحصص أو الدروس الصباحية في الساعة 12 and my school closes from 12 to 2 p.m. وتغلق مدرستي من 12 إلى 2 ظهرا. During خلال أو أثناء this time هذا الوقت I often go home to eat lunch أرجع غالبا للمنزل لأكل طعام الغداء. Afternoon classes end at 5 p.m. Then I go home. When I get home, I like to watch television. Sometimes I play on our PlayStation. My favorite game is football. I start my homework at 7 p.m. and have dinner with my family at 8 p.m. It's bedtime at 9 o'clock. Good night. تنتهي دروس فترة الظهيرة أو بعد الظهيرة at 5 p.m. وفي الساعة الخامسة. Then ثم I go home. إذن أذهب للمنزل يعني أعود للمنزل. When I get home عندما أصل للمنزل I like to watch أحب أن أشاهد لاحظ أن أشاهد تلفزيون التلفاز. Sometimes أحيانا I play on our PlayStation إذن ألعب في PlayStation. My favorite game لعبتي المفضلة is تكون football كرة القدم أو هي كرة القدم. I start أبدأ my homework إذن وظيفتي أو أبدأ بواجباتي at 7 p.m. and have dinner تناول عشاء with my family مع عائلتي
at 8 p.m. في الساعة الثامنة. لاحظ it's bedtime يعني مختصرة it is يعني انه يكون وقت النوم يعني وقت السرير يعني وقت النوم at 9 o'clock في الساعة التاسعة good night اذا تصبحون على خير. لاحظ afternoon classes يعني دروس فترة الظهيرة end لا نضع s لماذا؟ لأن في عندنا s الجمع then احفظها then ثم sometimes احيانا ممكن نضعها في بداية الجملة او نضعها قبل الفعل. ايضا اكتب I sometimes play on our PlayStation. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تعلمنا فيه بعض الملاحظات عن تشكيل السؤال كيف اجيب على السؤال، ايضا تعلمنا عن احمد كيف يتكلم عن حياته الاعتيادية، تكلمنا عن بعض الملاحظات التي ممكن ان تفيدنا في تطوير لغتنا الانجليزية. اتمنى قدمت شيء للفائدة، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.